يعني حضرتك يا كابتن شريف بتعيد عدم استمرار فريق زي غزل المحلة لصاحب التاريخ الكبير زي ما حضرتك قلت وصاحب الجماهير الكبيرة كمان، سبب استمراره في الدورة لسنوات طويلة أو غيابه، خلينا فينا نقول يعني غيابه لسنوات طويلة عن الدوري الممتاز واستمراره كمان بيرجع ليه إخفاق الإدارات، الإدارات طبعا اللي ما بتحبش الرياضة طبعا. بس بس لا ما انا اقول لك ليه، اقول لك ليه. النادي المحله مش زي اي نادي عادي، نادي المحله ينتمي لشركه. صحيح. فوارد جدا يعني لما نيجي نقول النادي الاهلي، من اول ما عرفنا النادي الاهلي لحد النهارده كل المسؤولين عن النادي الاهلي كاداره او كمجلس اداره او كرئيس نادي رياضيين ومارسوا كره قدم، يعرفوا يعني ايه كوره ويعرفوا يعني ايه النادي الاهلي ويعرفوا يعني ايه الرياضه تاريخ. طبعا لما يجي انت نادي المحله بينتمي لشركه، فوارد جدا يجي النهارده رئيس مجلس اداره زي ما كان موجود محمد بيه حبيب وابراهيم سالم محمدين وزير الصناعه السابق، دكتور غروري وزير الصناعه، كل دول بيعشقوا الرياضه، فكان في اولويات لكره القدم وفرقه كره القدم في المحله. كنا احنا كلاعيبه بنحس ان احنا محترفين. الله يمسيه بالخير طاهر ابو زيد كان يقول لي انتوا محترفين زي اوروبا ايام ما كان ما فيش مصر احتراف، لان كلنا كانوا مسمين ارجنتين العرب. ارجنتين العرب، احنا كلنا ايه يعني. انا اتخرجت من كليه التجاره، اتعينت في الشركه، ما بشتغلش في الشركه، باخد مرتب لان محترف متفرغ لكره القدم. كلنا كده مش انا بس. وبالتالي انت بتاكل وتشرب وتنام وتتمرن، فده رياضه اداره بتحب. لا لما يجي لك اداره بقى ما يعرفش الا في الغزل والنسيج بس وملوش دعوه بالكوره، يحصل ايه؟ ممكن